مدرسة حكومية في رميثة بمحافظة المثنى تغلق بحجة هدمها وبناء واحدة أخرى غيرها، رغم أن المدرسة غير قديمة البناء. فما الغاية من هذا الإجراء الحكومي؟ وأين تذهب أموال المدرسة البديلة في ظل صفقات الفساد المالي؟ مواطنون قالوا إنهم يتخوفون. يتخوفون من ماذا؟ يتخوفون من فكرة أن تكون هذه الخطوة من أجل خطوة هدم المدارس طبعاً، يتخوفون أن تكون من أجل إجبار الأهالي على تسجيل أبنائهم بمدارس تديرها أحزاب وجهات سياسية متنفذة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متواجد الآن في مدرسة المباهلة الابتدائية سابقاً في قضاء الرميثة. هذه مدرسة ابتدائية كانت تضم مئات الطلبة في قضاء الرميثة، تحديداً حي الشهداء، العلاوية، الجزرة. فجماعة من باب فعل الخير قال لك يابا خلي نهدمها ونسوي لهم مدرسة جديدة. تم تهديم المدرسة قرابة 3 سنوات إلى 4 سنوات تقريباً، بينما المدرسة بها بعد 6 سنوات، بها 6 سنوات دوام. لكن الجماعة كانت عندهم فلوس خير من الله ومقاولات، فقال لك يابا خلي نفلشها ونبني لهم مدرسة جديدة. ولا المدرسة الجديدة حصلوها ولا القديمة، وصارت هذه المدرسة هسه مثل ما جاي يشوفون بار للهتلية للسرسرية، يجون هنا يشربون ويطلعون. أماكن هاي أماكن سكنية، هنا أماكن سكنية. هذه المدرسة تحيط بمنطقة سكنية متحولة إلى بار، يا اللي يجي هنا يشرب، وغير الأمور غير أخلاقية اللي جاي يصير بيه هنا بحسب الأهالي بالمنطقة. فلشتوها غير سووها، فلوس ماكو. ليش فلشتوها والمدرسة بيها بعد تقريبا 4 سنوات إلى 6 سنوات مدرسة ما بيها شيء؟ تفرهدت الجام، تفرهد الكاش، شنو قيمته؟ تشلع من هذه المدرسة، الكهربائيات تشلعت. ليش؟